au début كنت مع الحزارة كتعيي شوية ولكن ملي كتكون شوية ديال الموتيفاسيون راه غتصلي. سلام واضح معكم بشرى بيبانو. تشالنج طبقة الكرز هو من أهم الأنشطة الإشعاعية اللي تديرها الجامعة الملكية المغربية لتصحر قدرة الجبل، في إطار بما أنني رئيسة اللجنة النسوية فكان هذا النشاط اللي تنشرف عليه وفيه مع اللجنة التنظيمية كذلك، وتنديو مجموعة الفتيات باش يوصلوا لطبقال اللي هو على قمة المغرب. حاولوا تأكدوا شوية قال للفتيات باش تنحاولوا نوريهم بأن راه شي حاجة ما مستحيلة وكل شيء ممكن نوصلوا ليه بالإرادة بالعزيمة بالإصرار، والتحدي بحد ذاته غير باش يعطيهم داك الشحنة وباش يعطيهم داك الثقة في النفس باش من بعد ملي يرجعوا للحياة ديالهم يقدروا يتحداو الحياة ويتحداو الصعاب. تمشي وشي حد يعني تقدري يجيك صعيب وتسلمي وترجعي، ولكن إذا كنت اونتر كروب غادي تقولي سي بون انا غنطلع عندي في بالي غنطلع هي غادي نطلع وغادي تطلعي. Content, très fier d'être venu à Tado. Dernier un exploit, c'est normal le sommet. C'est déjà vidéo à l'idée long. Nous sommes là quand nous sommes en Allah, nous sommes très bien et nous avons d'autres sommets. انا جد سعيده وفرحانه وفخوره بهذه البنيته تبارك الله اللي قدروا ينجحوا هذا التحدي ديال طبقا للفتيات. الشعب الله الوطن الملك.